العرضية داخل منطقة الجزاء والدفاع، كرة من اليسار طيف، الثانية ترجع ليوسف المصراتي داخل منطقة الجزاء، بروس والهدف الأول للترجي، الهدف الأول للترجي. محمد علي بن حمودة يتمكن من افتتاح باب التسجيل في 43 ثقة لاعب في هذا الشوط الأول، و44 ثقة لاعب في هذا الشوط الأول. هذه الإعادة، الكرة اللي بدأت من يوسف المصراتي إلى حسين الربيع، العرضية من الربيع والرأسية من بن حمودة يتمكن من تسجيل أول أهداف المباراة. توحد بلاش تغير المعطيات سامي، هدف الأسبقية. الحكم محرز الأمريكي وصل اللعب، ترجع من جديد دائما القلعة الرياضية الكرة في عكس الهجمة. أمين التويتي، أمين التويتي، أمين التويتي يدور بالكرة، يلعب مع زياد العلوي والدفاع، دفاع على الترجي الرياضي التونسي، يحط الكرة في التماس. محمد علي يعقوبي أمامكم، جدد لمدة ثلاثة مواسم إضافية مع الترجي الرياضي التونسي. زياد العلوي ترجع الكرة، العلوي وهدف التعادل، هدف التعادل لفريق القلعة الرياضية. مباغة هدف زياد العلوي أمامكم على الصورة، هداف القلعة الرياضية زياد العلوي يتمكن من تعديل النتيجة لفائدة القلعة الرياضية. هاي الإعادة، يراوغ محمد علي اليعقوبي يصوب بكل قوة وإغالة إغالة الترجي الرياضي التونسي، يراوغ بن غيث، عبد الرؤوف بن غيث في اتجاه ياسين الخنيسي، ترجع من جديد حمدو الهوني، من جديد يعاود يبني الترجي الرياضي التونسي. يوسف المصراتي الى محمد امين المسكيني، محمد امين المسكيني الى بلال بن ساحه، بلال بن ساحه، حمدو الهوني، والهدف الثاني، الهدف الثاني للترجي الرياضي التونسي في اخر توقيت المباراه وفي الوقت البديل. حمدو الهوني يسجل الهدف الثاني للترجي الرياضي التونسي الليبي حمدو الهوني. هاي الاعاده، هاي المصراتي لليمين، محمد امين المسكيني الى بلال بن ساحه، بلال بن ساحه ياخذ راحته، حمدو الهوني، كره تضرب في القائم الايمن للحارس طارق سيسي، ونتيجه 2-1 تغير رفقي لفائده الترجي الرياضي التونسي في توقيت 93 دقيقه لعب.